مساء الخير، أنا دكتور محمد القصبي، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية في جامعة المنصورة، وباحث في أمراض الشريان الأورطي في جامعة جولوي في أيرلندا. النهاردة هكلمكم عن مرض مش مشهور قوي في مصر لأنه الناس ما يعرفوش عنه كتير، وهو اسمه تمدد الشريان الأورطي. تمدد الشريان الأورطي ده غالباً بيصيب الرجال في سن 60 فما فوق، وممكن يبقى في سن أصغر من كده لو إحنا بنعاني من ارتفاع ضغط الدم أو بندخن. تمدد الشريان الأورطي ده عبارة عن انبعاج أو اتساع في الشريان الأورطي، اللي هو الشريان الرئيسي اللي خارج من القلب عشان يغذي المناطق المختلفة من الجسم. في منطقة البطن المفروض إنه حجمه الطبيعي ما يزيدش عن 2 سنتي، أحياناً بيتمدد وبيوصل الحجم ده لحد 5 سنتيمتر كقطر، وفي الحالات ديت بيبقى معرض إنه يحصل لا قدر الله انفجار في الشريان الأورطي ونزيف شديد في البطن، ودي بتبقى من الحالات القاتلة اللي بتسبب الوفاة، واللي غالباً إحنا ما بنقدرش نشخصها بسرعة لأنه الناس ما بيبقاش عندها وعي كفاية بالموضوع ده. من أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان معرض للمرض ده هو التدخين، وطبعاً الرجال معرضين ليه بنسبة أكتر كتير من الستات، وعشان كده احنا بننصح أي ذكر في سن 50 فما فوق إن هو يعمل سكرينينج أو أشعة تلفزيونية عشان يطمن ان هو ما عندوش المرض ده. دي خطوة في أوروبا وأمريكا بتتعمل روتين لكل الناس اللي فوق سن 60 سنة. للأسف البروجرام ده لأنه مكلف شوية فما بيتعملش روتين لي في وزارة الصحة، فإحنا ننصح أي حد بالذات لو بيدخن ان هو يحصل على فرصة ان هو يعمل أشعة موجات صوتية أو تلفزيونية على البطن عشان يطمن انه ما عندوش المرض ده، لأنه إحنا لو اكتشفناه في مرحلة مبكرة بيبقى علاجه أسهل بكتير، وبتبقى نسبة نجاح العمليات الجراحية أو التدخل المحدود فيه بتوصل لأكتر من 98% بالمقارنة بنسب ضئيلة جدا لو لا قدر الله اكتشف نتيجة لانفجار أو نزيف. زي ما قلت لكم المرض ده موجود من زمان، وللأسف هو مش من الحاجات اللي بتتشخص بسهولة في مصر لأن إحنا ما عندناش الوعي الكافي بالمشكلة ديت، إنما هو بيعتبر من أكتر أسباب الوفاة في سن 50 لـ60. كان زمان بيتعمل إن إحنا بنعمل جراحة كبيرة قوي عشان نصلح الشريان الأورطي ده لما بيحصل له تمدد، وكنا بنعمل استكشاف للبطن وجرح كبير من منطقة الصدر الأسفل للبطن، عملية في حجم عملية القلب المفتوح تقريبا، وكان ليها مشاكل كتير ونتائجها كانت كويسة إلى حد ما، بس مش للدرجة اللي نطمح ليها طبعا. اللي بيحصل دلوقتي إن العالم كله بيتوجه إن هو يعالج المرض ده عن طريق التدخل المحدود بالقسطرة التدخلية. التطور في الطب مكننا إن إحنا عن طريق الدعامات إن إحنا نعالج الموضوع ده بدون أي جراحة، وإنه بمجرد جرح بسيط جدا في منطقة الفخذ أو حتى خرم إبرة إن إحنا نقدر نوصل للتمدد ده من جوه الشريان نفسه ونعالجه بوضع دعامات في المنطقة ديت بتمنع انفجار الشريان الأورطي، ودي من الحاجات اللي أنا اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت ودرست عنها بره وفي أيرلندا يعني وإنجلترا، وفي توجه عام في مصر دلوقتي إن إحنا نمشي في القصة ديت. في أساتذة كتير في القاهرة والمنصورة وإسكندرية ومعظم جامعات مصر ابتدوا يشتغلوا في العمليات ديت من فترة، والنتائج مبشرة جدا جدا، ونسب النجاح فيها بتوصل ل 98% أو ما فوق. النصيحة اللي بوجهها للناس اللي في سن 50 فما فوق زي ما قلنا إن هم يروحوا يعملوا موجات صوتية على البطن عشان يطمنوا، وإذا لا قدر الله وجد أي
حاجة من حاجات التمدد الشريان الأورطي ديت إن إحنا نتوجه لحد أخصائي في جراحة الأوعية الدموية عشان يقدر يساعدنا في إن إحنا ناخد القرار الصح وإمتى يبقى التدخل وإزاي نتابع الحالة دي. النصيحة التانية إن إحنا ما نشربش سجاير، ولو بنشرب سجاير نبطل سجاير لأنه ديت من أكتر الحاجات اللي بتعرضنا لخطر الانفجار بتاع تمدد الشريان الأورطي والنزيف لا قدر الله. أشكركم جدا وأشوفكم مرة تانية.